أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في ثاني أشرطنا الإخبارية، ونبدأها كالعادة بالعناوين. مجلس بحوث دار الإفتاء يؤيد الحلول السلمية ويضع شروط قبول الملتقى الوطني الجامع. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يطالبون باعتماد الملتقى الجامع لعدد من الخيارات التشريعية. الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري يؤكد بأن الملف الليبي سيكون من أولويات القمة القادمة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. أكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء تأييده العمل الجاد من جميع الليبيين للوصول إلى حلول سلمية عادلة متوازنة. المجلس في بيان له الخميس حول الملتقى الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية شرط أن تعلن البعثة ما سيتناوله الملتقى من قضايا بتوافق ليبي على إدارته ووضع جدول أعماله. وشدد المجلس على أن تعلن البعثة أسماء المشاركين في الملتقى قبل انعقاده بوقت كاف، منبها البعثة الأممية لا تسلك مسلك البعثة السابقة بدعوة المشاركين بطريقة انتقائية لا انضباط فيها، بالإضافة إلى ضرورة التزامها بما يصل إليه الناس من خلال هذا الملتقى. طالب 34 عضوا من المجلس الأعلى للدولة الخميس أن يعتمد الملتقى الجامع عددا من الخيارات التشريعية، أبرزها اعتماد نتيجة تصويت الهيئة التأسيسية بأغلبية تزيد عن الثلثين. كما طالب الأعضاء بإلزام مجلسي النواب والدولة بقرار دولي لاعتمادها، وأن يعتمد الملتقى توصية بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور، وتلزم الأطراف المختلفة على إصدار التعديلات الدستورية والقوانين خلال فترة شهر. أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها لن تسمح بأن يتحول مسار الملتقى الوطني الجامع إلى محفل للإفلات من ملاحقة القضائية والعقاب. كما أوضحت أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا لا تسقط بالتقادم ولن يلتفت مرتكبوها من المسألة القانونية، مشيرة إلى أن إلغاء الجانب القضائي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات مستقبلا على حد قولها. اقتراب موعد الملتقى الجامع برعاية البعثة الأممية وتواصل المظاهرات الرافضة لدور البعثة أجبر داخلية المقترحة على منع التظاهر السلمي لحين إشعار آخر. للمزيد في هذا التفصيل، وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي بشاغة أصدر منذ أيام قليلة تعليمات لمديريات الأمن يمنع فيها المواطن من أحقية التظاهر والاعتصام السلمي، والذي منح له بموجب القانون وبما يتفق مع مبادئ الدستور والأحكام التشريعية، مرجعا قراره إلى خشيته من أعمال الشغب واستغلال الوضع الراهن للبلاد من بعض النفوس المريضة حسب تعبيره، وبأن حماية الوطن وسلامة المواطن هي مهمة أوكلت لوزارته دون غيرها حسب قوله. وقد أثار قرار وزير الداخلية فتحي بشاغة بإيقاف منح تراخيص تنظيم المظاهرات والاعتصامات في ليبيا ردود فعل غاضبة من العديد من النشطاء وتساؤلات عن أسبابه ومخاوف من تبعاته. وعن صدور القرار في هذا الوقت بالذات، عديد المظاهرات السلمية كانت تتم تباعا دون أي إخلال بالأمن وبشكل سلمي في أسوأ الظروف التي مرت بها البلاد. داخلية المقترحة لم توضح للمواطن ماذا يقصد بمصطلح المنع المؤقت الذي أصدرته بتعليماتها، وهل هذا المنع مستمر لفترة طويلة أو هو مرتبط بموعد الملتقى الجامع، وخصوصا بعد خروج العديد من المظاهرات الرافضة له ولتصرفات البعثة الأممية في ليبيا. فهل حق ممارسة التظاهر أو التجمع السلمي أصبح من المحظورات لدى الحكومة المقترحة، أو أنها سياسات لوزير داخليتها فتحي بشاغة للحفاظ على مخرجات ترضي حكومته قد تكون معدة سلفا؟ أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقاء تلفزيوني الأربعاء أن قوات حفتر قامت بانتهاكات في مرزوق، وقامت أيضا بالهجوم الأخير في الجنوب بموافقة الحكومة المقترحة في طرابلس. وأوضح سلامة بأنه لدى البعثة تقارير تفيد بتدخل أكثر من 10 دول في ليبيا قامت بانتهاك قرار حظر السلاح.
أضاف سلامة بأنه لا يوجد ضمان لمنع عودة الاشتباكات في ليبيا بحسب أو بسبب انتشار أكثر من 15 مليون قطعة سلاح في البلاد، مشيرا إلى أن فكرة انعقاد الملتقى الجامع هو نتيجة استشارة خارج دائرة الليبيين، واضحا بأن هناك خلاف حقيقي بين فرنسا وإيطاليا يؤثر على ليبيا. هذا وصرح الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري الأربعاء أن الملف الليبي سيكون من أولويات القمة التي ستعقد في تونس الشهر القادم. الخميري أضاف أن تونس تستضيف في 30 من شهر مارس الجاري اجتماعا للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا المتمثلة في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كل الاجتماعات تسعى لدعم تسريع التصفية السياسية من أجل حوار ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية وتحت مظلة الأمم المتحدة حسب قوله. قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن ثروات ليبيا ضاعفت من حجم التدخلات الخارجية في شؤونها، وصف السبسي في لقاء صحفي الوضع في ليبيا بالوضع الصعب بسبب غياب الدولة. أضاف الباجي قايد السبسي أن هناك تدخلات كثيرة من عدة دول إقليمية متنوعة إفريقيا وعربيا بسبب الوضع المتردي في ليبيا. أشار القايد السبسي إلى أن التدخل الخارجي في شؤون ليبيا الداخلية عامل مهم لإطالة أمد الأزمة. اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني فرنسا بإحياء مشروع استبدال شركة إيني الإيطالية بتوتال الفرنسية. أضاف سالفيني خلال تصريحات للطبعة الإنجليزية لصحيفة لاستامبا الإيطالية أن مشروع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يرتكز على إحلال الفوضى في ليبيا بهدف إزاحة عمالقة النفط والغاز الإيطالية إيني واستبدالها بنظيرتها الفرنسية توتال على حسب قوله. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر فبراير من المبيعات النفط الخام ومشتقاته قد بلغت مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض تجاوز 330 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر الماضي. المؤسسة عبر موقعها الرسمي أوضحت بأن هذا الانخفاض كان بسبب الظروف المناخية القاسية التي أثرت على صادرات من حقل السدرة، إضافة إلى عملية الأغلاق الأخيرة والتي تسببت في إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطية. طالب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك فهمي الماجوري الرئاسي المقترح بالتدخل العاجل والتعاون لمواجهة تهريب العملات الأجنبية إلى الخارج. الماجوري أفاد أن الرسوم الجمركية قد بلغت العام الماضي نصف مليار دينار، وأن مصلحة الجمارك تطلع بجباية هذه الرسوم وحمايتها عبر اهتمامها بالمنافذ البرية والبحرية. يذكر أن مصلحة الجمارك ضبطت العديد من المرات محاولات لتهريب العملة بكميات كبيرة عبر مطارات بنينة ومصراتة ومعتيقة، فضلا عما يتم ضبطه عبر المعابر البرية المختلفة. بحث أعضاء مندوبين عن الأجهزة الأمنية والهيئة العامة للأوقاف مع عدد من مدري الإدارات التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قضية المصاحف المزورة والمحرفة ومجهولة الهوية وما قد يترتب عن انتشارها داخل المساجد. الهيئة عبر صفحتها الرسمية أوضحت الأربعاء بأنه خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس طالب المجتمعون مجلس الوزراء بالحكومة المقترحة بضرورة ضم لجنتي الخبراء بجمعية الدعوة الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف بالإضافة إلى تشكيل لجنة موحدة تتفرغ لكتابة ومراجعة المصاحف. أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة قرارا بتعيين محمد مختار مديرا عاما للشركة القابضة وسيواشر مهامه في الأول من إبريل القادم. تكليف مختار جاء خلفا للمدير العام السابق البخاري المبيص الذي أحيل للتقاعد الاختياري وفق القوانين واللوائح القانونية المعمود بها. وتواجه الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران حالة انقسام منذ سنوات عدة أثرت بشكل ملحوظ على أدائها وتنفيذ مشاريع تطوير أعمال الشركة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل.
مدير مطار نتيجة الدولي لطفي الطيب يؤكد استعادة طائرة رئاسية ليبية كانت محتجزة في ألمانيا. ما هي ثوابت فبراير اللي من أجلها ثار الشعب الليبي في كل المدن الليبية وقدم الغالي والنفيس؟ بكل تأكيد الشعب الليبي كان مقهور في عهد القذافي وواقع عليه ظلم كبير، وكانت البلاد عبارة عن مزرعة للقذافي وابنائه يقسموا في خيراتها وثرواتها. فأول ثابت الفبراير رفع الظلم وإقامة العدل بين الليبيين. ليبيا في عهد القذافي ما كانتش دولة زي ما قلنا، وكان القذافي يحلم في الحلامة في الليل ويطبقها في الصبح، زي البيت لساكنه وإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية وإلغاء التعليم الديني وقانون 15 اللي خلى غالبية الشعب الليبي تحت خط الفقر وغيرها واجد. فالليبيين يبوا دولة مؤسسات لا تخضع للأهواء والآراء الفردية، وهذا هو الثابت الثاني لفبراير. طبعا الشعب الليبي في عهد القذافي كانت الحكايه سلطه، سلطه الشعب والسياره لمن يقودها والمؤتمر الشعب العام، وتكلم يا لوحه 14، لا دستور ولا قانون، والكل لازم يأيد القذافي مهما دار. وحتى اسيره شاد حفتر مش بعيد عن نغمه القذافي. فنبوا دوله القانون والدستور اللي تخلي الشعب عارف راسه من كرعيه، وهذا الثابت الثالث. القذافي حكم البلاد حكم عسكري، لا تنمية ولا تطوير ولا محاسبة على الفلوس اللي يدعم بها في انقلابات أفريقيا، والحدود مهتوكة ومستباحة، والمجرمين هم المتريسين في البلاد. فبراير تبي دولة مدنية يكون فيها تداول سلمي على السلطة، وهذا الثابت الرابع. أما الثابت الخامس الفبراير فهو تكون ليبيا دولة موحدة مستقلة استقلال حقيقي من التبعية لأي دولة، ولها سيادة وتحافظ على القيم والهوية الليبية. وهذه هي ثوابت فبراير اللي يبوها أحرار ليبيا. أهلا بكم من جديد مشاهدين. أكد مدير مطار معتيق الدولي لطفي الطبيب في تصريح صحفي الخميس أنه تم استعادة الطائرة الرئاسية الفاخرة راج رانجر بعد احتجازها في ألمانيا عام 2013. أوضح الطبيب في تصريحه أن محكمة كوتباس الألمانية أكدت في حكمها على وجوب استرجاع ليبيا للطائرة التي احتجزت على إثر خلاف قانوني يتعلق بملكيتها. وتعد هذه الطائرة إحدى الطائرات التابعة للشركة المتحدة للطيران والتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم شراؤها في عام 2010 بمبلغ 47 مليون يورو. أعلنت الحكومة الماليطية سيطرتها على سفينة الهيبل والتي تم الاستيلاء عليها من قبل مهاجرين غير شرعيين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية الأيام الماضية. وقالت الحكومة الماليطية في بيان لها أن القوات المسلحة المالطية تواصلت مع قبطان السفينة الذي أكد عدم سيطرتها عليها وتعرضه هو وطاقمه للتهديد من قبل المهاجرين الذين طلبوا التوجه إلى مالطا، مضيفة أن وحدة العمليات الخاصة تبعت للجيش قامت بعملية إنزال على السفينة وأعادت السيطرة عليها،
وتوجهت بها إلى ميناء بولا هارفا بفاليتا وسلمت المهاجرين للشرطة المالطية. استلمت هيئة السلامة الوطنية صباح الخميس بمقر وزارة الداخلية عدد 3 سيارات إطلاء جديدة مجهزة بكامل التجهيزات. وأكدت الداخلية على صفحتها الرسمية أنه تم تسليم السيارات إلى فروع هيئة السلامة الوطنية فرع مطار طبرق وفرع القرابولي وفرع طورغا، وذلك في إطار الرفع من مستوى قدرات هيئة السلامة الوطنية. وصلت سفينة المواشي الجيني الخميس إلى ميناء طرابلس حاملة على متنها أكثر من 3000 رأسا من الأغنام، إضافة إلى أكثر من 250 رأسا من العجول المستوردة. وأوضحت إدارة ميناء طرابلس في نشرتها الدولية عبر صفحتها بفيسبوك أن الميناء استقبل شحنة تقدر ب 64,000 طنا من القمح، إضافة لاستقباله للسفينة كول إكسبريسو حاملة على متنها ما يزيد عن 3000 طنا من الموز. أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أنه سيتم محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد اكتشاف استغلاله السلطة خلال التحقيق في قضية تمويل نظام القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وأوضحت الوكالة أن محكمة الاستئناف في باريس رفضت قبل أيام الاستئناف المقدم من قبل ساركوزي ضد قرار القضاة في إحالته إلى المحكمة الجنائية في قضية الفساد واستغلال النفوذ في محكمة النقض. ووفقا لمصادر قضائية ستنظر المحكمة الجنائية الفرنسية في 9 أبريل المقبل بالطعن المقدم من قبل ساركوزي ضد حكم السابق لمحكمة الاستئناف والتي قد رفضته المحكمة في 8 أكتوبر الماضي، ويتضمن إلغاء جزئية لاتهام مكتب المدعى العام في مرحلة سابقة لأمر القضاة. بحث السفير الليبي في الأردن مع محمد البرغتي صباح الخميس بمقر السفارة الليبية ملف علاج مرضى الأورام وأدنى من إجراءات ضم هذا الملف رسميا إلى الملحقية الصحية بالسفارة نظرا لأهمية هذا الملف الإنسانية. وبحسب الصفحة الرسمية للسفارة فإن البرغتي أكد على ضرورة بقاء فريق العمل ذي العلاقة بهذا الملف في حالة انعقاد دائم إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام وتسديد مستحقات المستشفيات حتى يتمكن المرضى من استكمال علاجهم بالكامل على حد قوله. استلم مستشفى زليطن التعليمي اليوم الشحنة الثانية من المعدات الطبية والمتمثلة في أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية الخاصة بأقسام العناية. وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للحكومة المقترحة فإن الشحنة الثالثة من المعدات الطبية ستصل قريبا إلى المخازن والمتمثلة في أجهزة تنفس اصطناعي للأطفال وجهاز العلاج الضوئي الخاص في قسم حديثي الولادة وجهاز مراقبة نبض الجنين وأسرة عناية. يذكر أن شحنات الأجهزة والمعدات جاءت بناء على اتفاق عميد بلدية زيطن ومدير مستشفى زيطن مع وكيل عام وزارة الصحة لتوفير بعض الأجهزة بحسب الصفحة الرسمية. إليكم أسعار العملات في السوق الموازي. ختام النشرة وتذكير بالعناوين. مجلس بحوث دار الإفتاء يؤيد الحلول السلمية ويضع شروط قبول الملتقى الوطني الجامع. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يطالبون باعتماد الملتقى الجامع لعدد من الخيارات التشريعية. الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري يؤكد بأن الملف الليبي سيكون من أولويات القمة القادمة. مدير مطار ميتيق الدولي لطفي الطبيب يؤكد استعادة طائرة الرئاسية الليبية كانت محتجزة في ألمانيا. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء.